طبعا في البدايه محتاجين من حضرتك توضيح، يعني ما هي مدرسه الصحراء؟ عباره عن ايه مدرسه الصحراء؟ مدرسه الصحراء دي عباره عن جروب على الفيسبوك عملناه من 2013 في ديسمبر 2013. كان فكرته هو تعليم مهارات البقاء للاماكن البريه. هي المدرسه، كلمه مدرسه دي عملناها سميناها مدرسه عشان خاطر دي تبقى حاجه فلسفيه للتعليم، يعني كانك بتعلم يعني. فمهارات البقاء اصلا هي فكرتها ان احنا المفروض كل واحد بيطلع اماكن بريه، انشطه بريه كتير متعدده جدا. حتى كان امبارح في حلقه عندكم امبارح كان مع كابتن حاتم، كان في حد تجديف ده كان عمل مسافه من اسوان طول نهر النيل. ده دي كانت من الحاجات اللي هي المفروض تبعنا برضو، يعني نفس الكلام محتاج يبقى عنده مهارات يعني اساسيه عشان يعرف لو حصل له ظروف او لا قدر الله اي ظرف طارئ في اماكن زي كده. ده فكره مهارات البقاء، يعني هي مهاره او سرفايفل. سرفايفل سكيلز، هي ملهاش معنى عربي حرفي بالظبط، احنا ترجمناها كده لان هي سرفايفل سكيلز وما كانش ليها حد بيعلمها في مصر. هي اقرب ترجمه ليها مهارات البقاء، بقاء على قيد الحياه بالظبط تحديدا يعني، او ممكن نسميها مهارات تعيش او اساليب النجاه. فدي كانت فكره الجروب عملناها، وكانت لسه جروب صغيره في الاول، وبعد كده اكتشفنا ان احنا المفروض عاملها عشان الناس اللي هي بتطلع تتمشى في الجبال او تعمل تخييم او تركب عجل او الكلام ده كله، في انشطه كتير جدا اكيد. فكنا فاكرين ان احنا بس هنعلم دول اللي هم المتمرسين بالاماكن البريه، اكتشفنا ان بعد كده بقى في شباب كتير جاي لنا عشان يتعلم يدخل البريه اصلا، يدخل اماكن يجرب حاجات تانية. فبقى عندنا الحتتين، بقى عندنا ناس خبراء وشاطرين جدا في الحاجات الرياضيه، وناس تانيه عايزه تدخل اصلا اماكن بريه ومش عارفه، مش عارفه السكه تدخل ازاي. فبقى احنا واجهه السلامه للموضوع ده. بس ايه دي فكره؟ لا، وفي اسر حسب معلوماتي كمان يعني اسر كامله بتروح تشارك، اعمار مختلفه يعني، مش فئات زي ما حضرتك. تمام، لان مهارات البقاء احنا الهدف الاساسي عندنا هي فكره كل الناس لازم تدخل الاماكن البريه او تجرب الاماكن البريه دي، وفعلا ما بيجربوها معظمهم بيكمل. بس خلي بالك كلمه الاماكن البريه مرتبطة ذهنيا عند ناس بالحيوانات البرية. لا وغير كده، لا وفكرة الأدغال بقى والغابات والحاجات دي، واحنا يمكن يعني بتهيألي احنا برضو عندنا شيء من الحياة البرية في مصر، عندنا يمكن معظم بيئاتها صحراوية إلى حد ما، لكن يعني مش زي الدول اللي فيها غابات وحاجات زي كده. كل حاجة ليها مزايا. فبالتالي الفكرة جات لك بناء على إيه أصلا؟ أنا من زمان وأنا بحب الأماكن الصحراء أصلا، بحبها أصلا من وأنا صغير. وبعد كده لما طبعا توجهي انا صيدلي اصلا، وشغلتي زمان صيدلي حاجه تانية خالص. بس هو المجال الطبي هو اللي خلاني الجا دايما لفكره ان انا الحاجات اللي ليها علاقه بسلامه الانسان او الحاجات زي كده. فده جه مع ده بطريقه بشكل غريب كده، وفوجئت ان في حاجه اسمها سرفايفل سكيلز بيعلموها بره. فبدات اتمعن فيها كده في 2004، وبدات ادخل فيها اكتر واتعلم فيها اكتر. وفي 2009 بدات اعلمها للناس. 2013 ده بقى اللي هي البدايه الحقيقيه، بقى الانطلاقه الحقيقيه، لما بدانا نعمل على مجموعات كبيره. وزي ما قلت كده الاسر فعلا في اسر كتير بتجرب عادي، يعني اسر ممكن تروح عادي تقعد تخيم، ايه المشكله؟ والاطفال نفسهم لما بيطلعوا في البيئه دي بيطلعوا بشكل مختلف، يعني بيبقى ليهم خصائص مختلفه في التربيه، بيبقوا عندهم متحررين شويه في رجوعهم لانسانيتهم. بس يعني في كمان ما فيش خجل، يعني الاطفال اللي هم منطويين او كده ممكن لا بالعكس بيبقى فيهم سيلف كونفيدنس، اكتر ثقه في النفس، يعني ليها عوامل ايجابيه كتيره طبعاً جدا. طبعا خصوصا لما ياخدوا بقى خط رياضه بريه معينه، زي مثلا فكره مثلا الماونتن بايكنج او العجلات الدرجات. احنا اصلا عايزين حضرتك تقول لنا انواع الرياضات، يعني نخلينا نبدا كده الماونتن بايكنج وايه تاني؟ اللي هو الدرجات الجبليه او درجات حتى العاديه بين المدن، احنا كل حاجه غير المدن احنا شغالين فيها. الدرجات الجبليه او الماونتن بايكنج، في الهايكنج نفسه اللي هو ماشي بين الجبال او بين الصحراء او اماكن البريه، اماكن فيها الطبيعه بتاعتها موجوده. في كمان في ناس بتعمل تريل راننج او الجري، بيجروا في وسط الاماكن اللي هي البريه او خصوصا الجبال. وفي حاجات زي مثلا فكره الكاياكينج اللي هو في النيل مثلا، او المركب اللي هي الكاياكس، الروينج، التجديف، في حاجات كتير جدا. في كل دي انشطه بريه خارج المدن. طب انت ما فكرتوش مثلا من باب زياده انتشار اللعبه او تعريف كم الاكبر من المواطنين بيها او بالرياضه دي يعني او بالمهارات دي؟ انت عارف مثلا في امريكا وكتير من دول اوروبا كمان بيبقى في برامج تلفزيونيه معتمده على فكره ان في ناس بياخدوهم ويقعدوا في غابه لمده مثلا شهر. أيوة. من ضمنهم برنامج اسمه لو انا مش غلطان سيلبرتي جات مي اوت اوف هير. ايوه برنامج امريكي يعني. فما فكرتش ان انت تعمل حاجه مشابهه لده في مصر من باب تعريف الناس اكتر بالرياضه، وهيكون كمان محتواها البرامجي مختلف عن حاجات كتير بتتشاف؟
طبعا فكرنا طبعا، بس المشكله ان احنا بالنسبه لنا كناس بنشتغل دي مجرد حاجه تطوعيه بنعملها خارجيه، فبنخلينا مش عارفين نركز فيها. كل واحد عندنا في جروب مثلا، عندنا ماسكين جروب كل واحد ليه هوايه معينه، بس كمان شغله هو اللي واخده في القصه دي. لكن اكيد بنفكر في حاجات في المستقبل، خصوصا السياحه البيئيه في مصر مستقبلها كويس جدا لو اهتمينا بيها. يعني السياحه البيئيه دي في العالم كله من السياحات اللي من فروع السياحه اللي بتكسب كويس جدا، وفي نفس الوقت بتدي طابع ليك قوي. يعني لما واحد بيروح هنا مثلا في التخييم او في الجبال او في الصحراء، او بيطلع من هايكنج في وسط كاترين مثلا او الكلام ده كله، بيرجع بلده بيبقى عنده حاجه مميزه مش موجوده في حته تانية في العالم، يقدر يحكيها للناس، وتجربه هو ما يقدرش ينساها. ده الى جانب ان هي ما بتكلفش الدوله.